بالظبط. ايه الهديه بقى؟ بص يعني بس اولا خليني احيي الالوان. اتفضل. لا بجد انت جايه بالملس. بس بجد اول مره اشوف منه الوان حلوه كده يعني. وانا نازله الدلة عامله الاولى. لا والاكسسوارز برضه يا بشرى. لا انت لا وزور يا على الساعه والحاجه. ايه ده ايه ده؟ يعني مش عارفه اقول لك ايه. لا لا جامده 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 جامده. يلا الهديه بقى. الهديه بقى. الهديه بس امسك نفسك، امسكوا نفسكم كلكم علشان انا يعني مش هقدر. الله شكله يجنن والله. يا امور ايه رايك؟ ما شفتوش من زمان. ده بيمشي بيمشي. والله بيمشي حلو قوي. ده شكله حلو جدا. ده الديناصور الحلزوني اللي من غير شنب. ده الحلزوني اللي من غير شنب. في ديناصور حلزوني بشنب. وابو الشنب ده عامل ازاي؟ يعني بيبقى زي كده بس يعني مزرع بقى. مزرع بيطلع كده من يمين وشمال. ده واضح انه عارف سكته. هو كمان. عارف. طبعا. هو انقرض بس رجع تاني. رجع؟ يعني الديناصور انقرض ورجع؟ رجع في هيئة انسان. الانسان الديناصور. فاحنا دلوقتي بنعيش عصر الانسان الديناصور. بجد؟ في شتى المجالات. ده رجع عندنا في مصر بس ولا؟ عندنا في مصر بس. للاسف. بتكلمي؟ لان هو يعني شاف انه مفيش داعي. ولا دول الربيع العربي ولا والعالم الثالث بقى. ده جاي لي يخرب بيتك. والله جاي. هو عارف سكته كويس. من هنا. من هنا. ايوه. ده بقى دي حاجه منقرضه. فهي عشان رجع تاني. جايبه حاجه تاني. جايبه لك بقى حاجه تانيه. ايه ده مش كتير كده؟ برضه منقرضه. منقرضه برضه. ايه ده؟ جايبه لك كتاب الاخلاق في الفكر المصري القديم. في الفكر المصري القديم. يعني الاخلاق انقرضت؟ انقرضت دلوقتي. مش هترجع تاني ولا ايه؟ يعني احنا بنحاول بنكلمها بقى، انت عارف، نحاول نسيسها كده ونحاول نراضيها، يمكن ترضى ترجع له تاني. مش عارف. يا ريت. مش عارف هي. والله يا ريت. يعني هي قفشه عليه شويه، انت عارف؟ قفشه. قفشه. طب تعالى نتصور مع المنقرضين. عامل.